السلطات الصربية أطلقت حملة مكثفة ضد المثقفين المنتقدين. الضحية الأخيرة كانت سريتين أوكريجيتش، كاتب ومدير ناجح للمكتبة الوطنية في صربيا منذ 10 سنوات. الوقت الآن 7 صباحا، سنلتقي به في محطة قطار بلغراد. إنه كاتب معروف في جميع أنحاء العالم لأنه حدث المكتبة الوطنية في صربيا ونظر من أجل القيم الديمقراطية بعد توقيع نداء لتوفير حماية أفضل للحرية الفكرية والتعبير في صربيا. تم إطلاق حملة إعلامية ثم سياسية ضده أقيل على إثرها من منصبه على الفور. هناك سبب سياسي لإقالتي من منصب رئيس المكتبة الوطنية في صربيا. بداية فترة الحملة الانتخابية التي تسبق الانتخابات كانت شديدة للغاية، وحالتي التي أطلق عليها تسمية قضية من بعد هي حين صفحت وزارة الشرطة علنا أمام الصحفيين بأنني أقوم بدعم الإرهاب. الحملة الانتخابية البرلمانية ستبدأ في شهر أيار مايو. عدد آخر من الكتاب الصرب وقعوا الدعوة إلى حرية التعبير أيضا. إنهم يخشون ردود أفعال وسائل الإعلام وصناع القرار، من بينهم الشاعر ميليوس والكاتبة ميريانا. ولكن معركة المطالبة بحرية التعبير بدأت في الخارج أيضا. دعوة إلى حرية التعبير أدت إلى تحريك الاتحاد الدولي لجمعية المكتبات الذي بعث برسالة احتجاج رسمية إلى الرئيس الصربي والحكومة، مشيرا إلى إحداث صدمة في عالم منظمة المكتبات بسبب هذه الحملة الإعلامية ضد أوكريتش والفصل من الخدمة. المفوضية الأوروبية مهتمة بهذه القضية أيضا. خلال فترة الحكم القمعي لنظام ميلوزوفيتش، النظام قتل الذين أرادوا التعبير عن آرائهم، قتلوا الصحفيين، واليوم إنهم يطردوننا. إنهم طردوا أوغريتش من المكتبة الوطنية. يمكنكم كتابة أي شيء، يمكنكم انتقاد شخصيات، ولكن حالما يجدون فرصة للعمل ضدكم كل شيء يمكن أن يتغير في ثوان، ويبدأون باختبار كل كلمة تلفظها أو تكتبها، ويصبح الوضع في غضون ثوان كابوسا حقيقيا كما في كتاب جورج أورويل. ميلوس وميريانا توجه إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك للالتقاء بزملائهم من الكتاب البوسنيين. تبادل ثقافي كهذا يعد أمرا نادرا. المسافة من بلغراد إلى سراييفو حوالي 400 كيلومتر، لقطعها يجب تجاوز معبرين دوليين وتغيير 3 محطات. 4 شركات سكك حديدية تراقب حدودهم. قريبا حين تنضم كرواتيا إلى أوروبا، قطار البلقان سيعبر أراضي الاتحاد الأوروبي. إعادة فتح هذا الخط يعني تمكين الناس من السفر مرة أخرى، بإمكانهم الاختلاط بالآخرين. في يوغوسلافيا السابقة عدد المسافرين بين بلغراد وسراييفو كان أكثر بكثير. بعد أول معبر للحدود يتم تغيير القاطرة الصربية بالكرواتية. كرواتيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي العام المقبل. بداية أذار مارس، رغم الشكوك بشأن الإصلاحات في صربيا، الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية ترشيحها الدخول في الاتحاد الأوروبي. لكن هناك مشاكل يتعين معالجتها، حيث لاحظ المراقبون المستقلون عدم وجود أي تقدم في صربيا لوقف الفساد ووجود نقص في وسائل إعلام مستقلة. الأمور غير الممكن حدوثها في كرواتيا يمكن لها أن تحدث في صربيا. إن رجعنا حرية التعبير لدى وسائل الإعلام في صربيا، رؤساء التحرير يستطيعون منع نشر المقالات وطرد الصحفيين، لأن السياسيين هم الذين يمتلكون معظم وسائل الإعلام. هناك الكثير من الأكاذيب في الصحف، لم أعد احتمال هذا، لذلك توقفت عن الكتابة لبعض هذه الصحف ومشاهدة هذه البرامج بسبب الأكاذيب. الأخبار السيئة ستصل لي على أي حال. بعد الانتخابات الأخيرة نشرنا صورة كاريكاتورية مركبة تظهر وزير الداخلية إيفيتسا داتشيتش من الحزب الاشتراكي السابق يقذف رئيس الصربي بوريس تاديتش من الحزب الديمقراطي على قرون ثور. في اليوم نفسه رئيس التحرير استلم مكالمة هاتفية غير سارة من هؤلاء الذين يراقبون وسائل الإعلام ويعملون على شراء المساحات الإعلانية في وسائل الإعلام. قالوا له: إن كنت تريد التعامل بقرون مصارعة التيران افعل، ولكن لا إعلانات بعد الآن في صحيح.
وظيفتكم. ميرا وميلوس وصل إلى سراييفو وقت الغروب. العشاء سيكون في أحد مطاعم المدينة مع فاروق الشيخ، الكاتب البوسني المعروف الذي يخيم عليه شبح الحرب حتى الآن. إنه يحاول التعامل مع هذه الذكريات عن طريق الكتابة. يقول إن المؤسسات الثقافية المركزية في البوسنة والهرسك تحتضر بسبب التيارات القومية. السياسيون لا يمتلكون إرادة حقيقية من أجل مصالحة حقيقية، لأنهم لا يمتلكون سوى الاعتذارات، وهي مجرد تصريحات. تصريحاتهم مجرد خدمة لأغراض سياسية. الأشخاص العاديون أو نحن الفنانون قد نكون مستعدين للمصالحة، لكن السياسيين كلا. حان الوقت لنقول وداعا لسراييفو. حان وقت السفر إلى بلغراد. بينما كان في طريقهما إلى محطة القطار، ميرا وميلوس توقفا في مكتبة زاهم باجيتش، أكبر متجر لبيع الكتب في البوسنة والهرسك. هنا نستطيع شراء الأدب الإقليمي، والناس في سراييفو يودون قراءة الروايات التي كتبها كتاب من الدول المجاورة. هناك تعاون بين دور النشر. كوسوفو من المواضيع الممنوعة في صربيا اليوم. التطبيع الكامل يعد ضرورة لانضمام صربيا إلى الاتحاد الأوروبي. الخطوة الأولى كانت في نهاية شهر شباط فبراير، عندما وافقت صربيا على تمثيلها في الاجتماعات الإقليمية. أعتقد أن صربيا فصلت عن كوسوفو منذ فترة طويلة، لكنني واثق من عدم امتلاك أي من السياسيين الشجاعة الكافية للتصريح علنية، لأن هذا سيؤدي إلى خسارة كبيرة للأصوات في الانتخابات. بعد تغيير القطيرة سنصل إلى صربيا، لكن لماذا يستغرق السفر من سراييفو إلى بلغراد وقتا طويلا؟ طرحنا هذا السؤال على سائق القطار. في يوغوسلافيا السابقة كانت هناك شركة واحدة فقط للسكك الحديدية. الطاقم هو الذي تغير. اليوم كل بلد بل كل كيان في داخل البلد يعمل بقاطرة خاصة. خلال رحلتنا كان ميلوس يتصفح الدورية الأدبية بيتون، روايات معاصرة وقصائد يقرأ بين سطورها عدوى الفكر القومي. في صربيا ميلوس واحد من الكتاب الصرب النادرين. إنه يعمل على إقامة مشروع تعاون مع الكتاب الناطقين باللغة الألبانية في كوسوفو. بالتعاون مع زملاء من بريشتينا نشرنا في بلغراد مجموعة من الأعمال الأدبية الكوسوفية مترجمة إلى اللغة الصربية تحت عنوان من بريشتينا مع الحب، ونشرنا أيضا مجموعة جديدة في بريشتينا لعدد من الأدباء الشباب الصرب بعنوان من صربيا مع الحب. قبل أن نودعه، ميلوس قرأ لنا مقطعا من قصيدته المفضلة التي تعد شعارا للتعايش معا وبسلام. القصيدة هي في قلبي أنا ألباني، في قلبي أنا مسلم وغجري وعربي وإسباني ونبي وكاهن ولاتيني وبيزنطي. U srcu ja sam mladi Amerikanac, u srcu ja sam prorok, ja sam Latin, ja sam Bizantin.